تخليدا للذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة والتي نحتفل بها هذه الأيام، تستعد محافظة لحج لاستقبالها بحفل كرنفالي واسع تشارك فيه كافة أطياف المجتمع من مختلف المحافظة. ما يميز احتفال هذا العام أنه يأتي في ظل ما تشهده المحافظة من استقرار أمني ملحوظ قد يكون هو الأفضل حالا بالنسبة للأوضاع الأمنية في لحج مقارنة ببعض المحافظات المجاورة. طبعا بالنسبة في محافظة لحج أعتقد في تمييز كبير من حيث جانب الاستقرار الأمني، يعني في العام الماضي كان الاستقرار يعني شبه موجود، لكن اليوم يمكن نقول أن الاستقرار أصبح أكثر وأمان، وبإمكاننا نعمل فعاليات ومهرجانات كبيرة وواسعة لكل الفئات الاجتماعية. الأغنية والأنشودة اللحجية والتي كانت إحدى الأسباب في إدكاء الروح الحماسية لدى المقاتلين ولا زالت في رفع معنوياتهم في الجبهات ما تزال حاضرة في كل مناسبة. يكون الحفل الكبير في محافظة لحج في ملعب معاوية بالذكرى 54، ويكون القطاع النسائي مشارك بالبراعم في الأغاني الثورية المجيدة التي تجسد هذا الحدث العظيم. التنمية لم تغب عن مشهد الاستعدادات للاحتفال، فقد رافق التحضير للكرنفال تدشين العديد من المشاريع التنموية والتي تسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين. الحفل الكرنفالي والاستعراضي والخطابي والفني الذي ستشهد بحسب مسؤولين هنا في السلطة المحلية سيتميز بتقديم العديد من الفقرات المعبرة لشريحة الأطفال والشباب والنساء أيضا. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.